هذا الظرف فيه الفلوس. يا بعد قلبي انت بكبرك جايب الفلوس ليه عندي جايب الظرف؟ والله انك ما تقصر. انا متواضع وانتم كلكم نفس عيالي. الله يسلمك. بس الظرف هذا عندي خبر، قال لي وليد، قال لي عن كل شيء والامانه وصلت. وليد قال لك؟ اي ما يخش عني شيء بعد، ايش فيك؟ بس عيل دام الامانه وصلت توكل على الله. الله يسلمك، روح بحفظ الله والرحمن، قول امين. امين. ان شاء الله هالسنه تطلع الاول عليهم بالصف. عاد مزهب براشيم بالامتحانات ولا ما له داعي. سلمي سلمي على وليد. المهم الاول موفق. سلمي على وليد. سلامك يوصل يا الخال. الله يطول لي بعمرك يخليك ويحفظك يا رب. يا بعد عمري يا خالي، من كثر ما ولد اخته شاغل باله حاط اسم منى. حياك حبيبتي، حياك سلامتك، ما تشوفي ان شر. ودي اروح اكسر راسها، انسانه بدائيه اكلت لحوم البشر هذه. يا بابا تركيها عنك، خلاص فيك انتي. انا صراحه بعد حمد ما فيني شدتها. وش بعد؟ ها حميد توكم رادين. هلا خالي. ايش فيك لابس شيك متحكم مصارعه؟ لا 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 خالي، كنت مع منى انا بالمستشفى. أيه. تعبانه. ايش فيكم؟ اقول لك تعبانه كانت بالمستشفى. سلامات، عسى ما شر. ايش فيكم؟ متهاوشه مع سميه هوشه حريم. متهاوشه مع سميه؟ ليكم ما اعطيتش الظرف. اي ظرف؟ ظرف فلوس تنظيف الشقه، ما صرفناهم، قلت اردها لك. وشاكم فلوس منى بسميه؟ ماني فاهم انا. ما انا جيت كسرت الباب هني ما فتحته، وديته حق سميه، اعطيتها سميه. نعم؟ منى منى يا منى ما بفقدك خلاص. سمحت وخر عني بعلمها الادب. اهدي. بطلي يا جبانه بطلي. ايش فيكم؟ ايش صاير؟ ايش هاللو يا هذي؟ اعطيني فلوسي. هي فلوس؟ الظرف اللي اعطيتك اياه. هذه هديتي من رايلي، ايش فيكم يا جماعه؟ اي هديتك فلوس هذه؟ انتم بيانين يا جماعه، ايش فيكم؟ طاعوا ها الظرف عليه اسمي. شوفي شوف سمنية. يا اسوأ مزوره بالعالم، في اسم بالوجود اسمه سمنية؟